كنيسة العذراء في أمستردام ابتدت من 33 سنة. النهاردة احتفلنا بالمناسبة تذكار 33 لتأسيس الكنيسة، والحقيقة الاحتفال بعيد الكنيسة بيبقى ذكرى حلوة، ان احنا بنقعد نتذكر عمل ربنا معانا وازاي ايد ربنا اتمدت ورتبت لنا مكان جميل نعبد فيه ربنا ونتمجد فيه اسمه، وشعبنا يمارس فيه العبادة القبطية الأرثوذكسية بالطقس القبطي والألحان القبطية الجميلة، وفي المرافق بتاعته بنربي أولادنا في مدارس الأحد، والشباب بيلاقوا أماكن للخدمة وللرعاية. كل ده بنتذكره النهاردة، وبيعود علينا شريط ذكريات جميل وإحنا بنحتفل بالمناسبة النهاردة 33 سنة لتأسيس الكنيسة ديت. والكنيسة كلها بركة، وكانت بداية جميلة وموفقة من عند ربنا، وفيما بعد مع السنين مرت علينا ربنا استخدم المجموعة اللي ابتدت في أمستردام انه استخدمها ان أسس بيها كنائس تانية في مختلف المدن الهولندية، وأصبح النهاردة عندنا غير كنيسة العذراء في أمستردام عندنا 10 أماكن تانيين فيهم كنائس، وبنخدم فيهم وبنرعى فيهم شعبنا. والميزة إن الكنيسة القريبة للناس قريبة لبيوتهم يعني بتبقى جذابة، بتشد الناس وبتشجعهم وتزيل العقبات في سبيل حضورهم وانتظامهم في الحياة الكنسية. كل سنة والشعب كله طيب، والأباء الكهنة المباركين طيبين، وذكرى سعيدة وأيام جميلة، ويعني نشكر الله على عمله العظيم معانا سواء في تأسيس الكنائس أو في الأباء الكهنة أو في الرعاية والخدمة والكتب اللي أصدرناها باللغة الهولندية والطبعات الترجمات للكتب الطقسية كلها وللمؤلفات الروحية، مؤلفات المتنيح البابا شنودة وكتب والمجلة اللي بتصدر كل شهرين مرة باللغة الهولندية وبالعربية. كل دي مجهودات ربنا بارك فيها واستخدمها لمجد اسمه، ونرجو في الأعوام القادمة مزيد من العمل والإنتاج والنجاح. شكرا جزيلا. احنا النهاردة بنحتفل بعيد الكنيسة رقم 33. كنيسة العذراء في أمستردام هي أم الكنائس هنا في هولندا، وأول كنيسة تأسست في هولندا. والحقيقة العيد السنة دي مميز، لأن الشهر ده افتتحنا كنيستين جداد، كنيسة العذراء ولدت كنيستين جداد في الأبرشية، وبنقول لسيدنا كل عام ونيافتك طيب، ومزيد من توسيع الخدمة ومزيد من الثمار بصلوات نيافتك وبصلوات قداس البابا إن شاء الله، وكل سنة وكل شعب أبرشية هولندا بخير وطيب. النهاردة احنا بنعيد بالعيد 33، انقضاء 33 سنة على اول كنيسة في هولندا. طبعا دي اول كنيسة، لكن النهاردة بقى تعالوا اتفرجوا على الأبرشية فيها كم كنيسة وفيها كم كاهن، مجمع كاهنة كبير، وسيدنا ربنا يدي الصحة هو اللي كان موجود لوحده في إنشاء أول كنيسة في هولندا. احنا النهاردة بنحتفل ب 33 سنة مضت، والنهاردة بنولع الشمعة ال 34 لبداية السنة ال 34. احنا النهاردة بنقول لكل شعب الأبرشية كل سنة وانتم طيبين. Yeah, right.